أهلا بيكم ونور، نور وجود الله، نور علاقتي بيه، ونور معرفتي بصفاته وبأسمائه. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن صفات الله الطبيعية وصفات الله الأدبية، والنهاردة هنتكلم عن أسماء الله. تاريخ الكتاب المقدس مليان بأسماء كتيرة لله، واللي أنا أقدر استفاده من ده إن كل اسم من أسماء الله بيقربني أكتر من طبيعته لما يحمله هذا الاسم من معاني. والنهاردة هنبدأ باسم إلهيم. إلهيم هو أول اسم يورد في الكتاب المقدس عن الله. فنشوف في تكوين 1:1: في البدء خلق إلهيم السماوات والأرض. ومعناه ممكن يجي بمعنى كلمة إله أو كائن واحد أتى بكل الموجودات إلى الوجود. فزي ما قلنا هو ده أول اسم لله بنقابله في الكتاب المقدس. وإلهيم نقدر نشوفه في تكوين 31:29 وفي تثنية 28:32. الاسم الثاني من أسماء الله اسم يهوه، وده من أكتر الأسماء اللي استخدمت للإشارة إلى الله في العهد القديم، ومعناه أنه إله العهد ذات الوجود الوحيد الذي لم يخلقه إنسان. كمان اسم عليون أو إيل عليون، الله العالي، الله المسيطر على كل ما في الكون والمتسلط في مملكة الناس، فملكه لا ينتهي وسلطانه ملوش حدود. في نحمية 3:25 وفي تكوين 40:17 بيبين الصفة دي، صفة الله المتعالي. وكمان الله لما كان بيكلم شعبه في سفر التثنية 26 بيوعدهم انه هيكون لهم وضع اعلى مقارنة بالشعوب الاخرى. الله نفسه بيوصف بانه عليون المتعالي في مزمور 9:2 وفي مزمور 83:18. كمان من أسماء الله اللي هنتكلم عنها النهاردة شداي أو إيل شداي، يعني الإله اللي بيحافظ على علاقته وعهوده وبيرغب في الاستمرار فيها لأنه الله شديد القدرة. نقدر نشوف ده في تكوين 17:1، ودي أول مرة يظهر فيها كلمة أو اسم إيل شداي. في كمان يهوه رعي أو الرب الراعي، وده واضح جداً في مزمور 23 اللي بيتكلم عن الرب الراعي، الرب رعية فلا يعوزني شيء. قد ايه المزمور ده قريب من ناس كتير فينا، بيتكلم عن الرعاية، ايه الرعية. اسماء الله تقربني اكتر من طبيعته، لاني وانا بقول ايه الرعية انا بنده على الرب الراعي اللي انا واثق في رعيته وفي معيته، وانا بقول ايه شداي الهي شديد القدرة وشديد القوة اللي انا واثق فيه إنه هيسمعني وهيرفعني وهيستجيب لدعوتي ليه في اللي أنا فيه دلوقتي. ده يقربني أكتر من الله ومن طبيعته. نشوفكم في حلقة جديدة من نور.